قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة إلى مركز خدمات العملاء في بلدية المنطقة الجنوبية بمناسبة حصول المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 3. بهذه المناسبة أعرب الوزير عن بالغ فخره واعتزازه بتفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة بمركز خدمات المراجعين بالرفاع، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو أكبر دافع لجميع موظفي الوزارة نحو التميز في الأداء والإتقان في العمل وبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطنين. أشار خلف إلى أن تحقيق بلدية المنطقة الجنوبية لهذا الإنجاز جاء نتيجة التزامها وحرصها على تطبيق المعايير التي حددتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم جميع الخدمات البلدية والتي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى معايير الجودة والتميز. من جهته أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بجهد وزارة الأشغال والذي أثمر عن حصول عدد من مراكز الخدمة التابعة لها على الدرع الذهبي، مؤكدا أن برنامج تقييم مراكز الخدمة منذ انطلاقته يعد أحد أهم البرامج الرائدة التي تهدف إلى تطوير منظومة الأداء الحكومي. هذا الفوز يترجم كل جهودنا للارتقاء في مستوى الخدمات في البلدية في المحافظة الجنوبية وبقية المحافظات. في هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية وأيضا كل الموظفين والموظفات والمهندسين والمهندسات على جهودهم التي أثمرت في هذا الفوز العزيز علينا جميعا. سعيد الحقيقة اليوم بمشاهدة هذه الإنجاز في البلدية الجنوبية. الحقيقة شهدنا في الدورات السابقة عدة زيارات لبلدية الجنوبية وعدد من البلديات التابعة للوزارة ما حققت الدرع الذهبي أو الفضي. كان مراكز البلدية الجنوبية من ضمنهم، كان يمكن في الدورة الأولى عليهم عدة مجموعة ملاحظات. الدورة الفاتت كان عندهم يمكن معيار معيارين متسوق سري. اليوم حقيقة نقلة جدا كبيرة، البلدية مو بس طورت وحصلت على الدرع الذهبي، لا، قللوا التكلفة بجودة أفضل وأغلقوا عدد من المراكز، فصار عندهم مركز مركز على تقديم خدماته والجودة جدا عالية. تكريم سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لبلدية المنطقة الجنوبية الفئة الذهبية لمراكز الخدمة الحكومية بلا شك هذا يعطينا دافع وتحدي كبير لتقديم أفضل الخدمات وتطويرها. دائما نحن حقيقة في العمل البلدي في شؤون البلديات نسعى لتقديم أفضل الخدمات والتميز في تقديم الخدمة كمنظومة متكاملة. طبعا هذا يعطينا دافع أكثر، وأيضا ما لم يأتي هذا يعني التكريم يعني إلا بجهود فريق متكامل، وإحنا جزء من فريق البحرين. يسعدنا إحنا في بلدية المنطقة الجنوبية أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم البلدية الجنوبية بالدرع الذهبي عن مركز خدمات المراجعين في الرفاع ضمن مراكز الخدمة الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، والحمد لله، وإن شاء الله سنعمل جاهدين على أن نوفر أفضل الخدمات للمراجعين في كل مراكزنا اللي موجودة.